في سابقة هي الأولى بتاريخ الدبلوماسية العراقية، ظهر القنصل ياسين شريف صيف في مدينة مشهد الإيرانية، ظهر في دعاية مصورة مدفوعة الثمن لإحدى شركات التجميل الإيرانية الخاصة، مستخدما صفته الرسمية ومكتبه الخاص في القنصلية العراقية. هذا وتظهر الدعاية المصورة القنصل وهو يروج للشركة الإيرانية المختصة بإجراء عمليات زراعة الشعر وتجميل الأنف والأسنان، ونصح القنصل العراقي بمراجعة شركة التجميل والحصول على أفضل العروض، وحذر القنصل مراجعي الشركة من التعامل مع وسطاء أو متابعة صفحات غير موثوقة لشركة التجميل التي أكد أنها تستقبل الجميع وتقدم لهم أفضل الخدمات. هو من المراكز الشهيرة والمعروفة في هذه المدينة، وقد اطلعنا على الخدمات الطبية والصحية المقدمة في مجال زراعة الشعر وتجميل الأنف ومجال العقم ومجال الأسنان والمجالات الطبية والصحية الأخرى. لقد وجدنا في المركز ما يحتاجه المواطن العراقي من خدمات طبية وبأسعار معقولة. المركز لديه صفحة في الفيسبوك يمكنهم مراجعتها أو مراجعة القنصلية لغرض التعاون في هذا المجال. أقدم خالص شكري وتقديري إلى مركز